انا احمد رافع، انا مسؤول عن كل السيلز هايرنج في الشركه وكل الاندايركت سيلز زي ناوي ناو وناوي بارتنرز وعن البيزنس ديفلوبمنت از ويل. ناوي بدات ازاي؟ بدات ان انا ومحمد ابو غنيمه كنا عايشين في الجونه، وبعد كده قررنا في 2012 ان احنا ننقل القاهره ونفتح شركه مع بعض من الروف توب عند ابو غنيمه في البيت. جبنا 2 لابتوبس، جبنا مكتبين من ايكيا، وقررنا ان احنا نشتغل على البحر الاحمر. قعدنا في القصه دي لمده 4 سنين، قررنا بقى ان نعمل حاجه مختلفه، فوي ستارتد ناوي. ناوي ناو باختصار هي في مشكله في السوق. المشكله دي ان في كلاينتس كتيره جدا بتبقى عايزه تنقل دلوقتي او تنقل في خلال مده قصيره، مش عايزه تستنى 3 و4 سنين، وفي نفس الوقت هي عايزه تدفع بالقسط. فناوي دلوقتي بتعمل حاجه اسمها ناوي ناو. باختصار احنا بنحل المشكله دي ان احنا نقدر العميل النهارده يقدر يستلم البيت ويموف ان ويقدر يقسط لحد 10 سنين. One of the big challenges اللي قابلتنا واحنا بنبدأ ناوي هي قصة hiring the right people. أنا وأبو غنيمة كنا بنعمل كل حاجة في الأول، والموضوع ده إن احنا in order to scale كان لازم النهاردة to hire someone يبقى مسؤول عن كل حاجة النهاردة، زي حد مسؤول عن ال HR، حد مسؤول عن الماركتينج مع عبد العظيم، حد مسؤول عن البرودكت مع علي، بحيث إن احنا نقدر to scale وطبعا to hire العدد الكبير ده من السيلز. ناوي بارتنرز احنا we're trying to enable كل الايكو سيستم بتاع الموجود في الريل استيت وكل شركات التسويق العقاري ان هي تشتغل تحت ناوي using البرودكتس بتاعتنا، ان هو يقدر النهارده يستخدم السي ار ام بتاعنا، يقدر النهارده يستخدم البرودكتس ان هو يبقى شايف الافيليبيليتي بتاعت السوق كله. تبقى عندهم النهارده في شركات كتيره جدا بتواجهها مشكله الكولكشن، فدي بتعمل لهم مشكله في الكاش فلو بتاعهم. احنا النهارده ناوي هنقدر نسهل لهم عمليه الكولكشن از ويل. لو هنصح حد النهارده يفتح شركته سواء في مجال الريل استيت او في اي مجال تاني، انصحه ان هو يبقى مركز جدا، يبقى عارف هو عايز ايه، هي بيليفز في الفكره بتاعته. هيبقى في قدامه تحديات كتيره جدا، صعوبات كتيره جدا، في ابس اند داونز هتحصل فور شور، في حاجات هيبقى هو محدد طريق او بلاننج حاجه معينه هيروح في اتجاه تاني خالص، يفضل برده مكمل. نصيحه برده to hire the right team، ما يبقاش هو one man show، تبقى organization و structure مظبوط عشان يقدر يوصل اللي هو عايزه.